طبعا أول نوفمبر يعني الكثير، له رمزيات كثيرة، ومن بين هذه الرمزيات أنه إذان لانطلاقة الثورة التحريرية المظفرة المباركة التي اقتدى بها العالم في الحقيقة العالم عفوا وإخواننا الآن في غزة وفي فلسطين بصفة عامة. المقاومة هناك أخذت النموذج الجزائري في التحرر وفي بذل النفس والنفيس وتقديم التضحيات تلو التضحيات اقتداء بالجزائر وبثورة النزار. إذن هي ثورة يعني سطعت شمسها على العالم كله واستفاد منها كل الشعوب التي تريد الانعتاق، تريد التحرر، تريد التحرر طبعا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، يعني بكل ما تعني كلمة تحرر من أبعاد ومن وعليه نحن نبارك احتفاء الجزائريين بهذه المناسبة الخالدة، بهذه المناسبة العظيمة التي تحيي فينا روح التضحية، روح الفداء من أجل الوطن والملايين الشهداء. هناك من يقول الإحصائيات على كل ليست دقيقة في هذا الأمر، هناك من يقول أكثر من 5 ملايين شهيد قدمت قربان لتحرر الجزائر ونعتاق، وهناك من يقول أكثر وهناك من يقول، ولكن في كل حالات نعم يعني وأنتم تتحدثون عن أول نوفمبر 1954 هناك بيان فيه تحددت المعالم الدولة الجزائرية، يعني أن طابعها اجتماعي ولا يمكن أن يتغير هذا الطابع الاجتماعي مع مرور الزمن ومع تغير الأحداث والوقائع وما إلى ذلك. وهذا ما أكده دستور في نوفمبر نوفمبر 2020 وأكدته التزامات رئيس الجمهورية وأكده برنامجه الانتخابي، وفي كل مرة يؤكده ويقول بأن نحن متمسكون ببيان نوفمبر، متمسكون بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، ونحن ماضون في هذا السياق. مرة أخرى أقول بأننا طبعا سعداء بأن نحيي هذه المناسبة الثمينة العزيزة الغالية على شعبنا، ونتمسك بالتضحيات التي ينبغي بل يجب أن تقدم من أجل تحرر الدول والشعوب. وإخواننا في فلسطين بدون شك قد تمسكوا هم أيضا بهذا المبدأ المقدس التضحية من أجل التحرر، والآن هم يدافعون عن أرضهم وعرضهم، وهم الآن يتحدون في الحقيقة ليس إسرائيل فقط، وإنما يتحدون الولايات المتحدة الأمريكية، يتحدون فرنسا، يتحدون إيطاليا، يتحدون ألمانيا، العديد من الدول التي تساند الكيان الإسرائيلي في جرائمه ضد الإنسانية، جرائمه ضد جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان الصهيوني في حق شعبنا في غزة. ونتمنى طبعا ونتوسل إلى الله العلي القدير أن ينصر إخواننا هناك، والنصر آت ما دامت التضحيات تلو التضحيات تتم يوميا وبل وفي كل ساعة. شكرا جزيلا، وتحياتنا للشعب الجزائري، تحياتنا للدولة الجزائرية برمتها حكومة وأفرادا وشعبا وجمعيات ومنظمات وأحزاب وكلها. بارك الله بك. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.